صبري في عيد الميلاد سنة 14، بيقول إيه؟ صدرت الأوامر لجيوش الملائكة بالتأهب، فالملك ذاهب في مهمة خاصة لكوكب الأرض، ووضعت الجيوش والألوية والفرق في حالة استعداد قصوى للخروج لمصاحبة الملك. ثم فجأة صدرت الأوامر بإلغاء التأهب، فالمهمة تمت والملك على الأرض. وتراكد الملائكة للتطلع من شرفة السماء، من هناك أبصروا الملك نائما في مزود بسيط في قرية صغيرة، وعرف الملائكة أن الملك ذاهب ليخلص ليخلص الخطاة، فتهللوا وفرحوا وسبحوا. ومن بعيد سمع بعض الناس على الأرض تهليلهم، وكانوا يقولون المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذا ما دار في مخيلة الواعظ الأمريكي الراحل جوزيف باركر، إذ أذهلته الصورة البالغة الاتضاع التي بها اقتحم سيدنا الكون وتاريخ البشرية بدون مواكب، بدون مواكب ملائكية، وبدون أبواق للاحتفال، بل بوداعة واتضاع، وبتصميم على إتمام الفداء وتوصيل بشارة الخلاص لجميع البشر. ويقول جوزيف باركر: وعندما صعد الملك في بهائه إلى السماء، جاءت جماهير الملائكة بفرح لتحيته متدافعة حوله، وسأله رؤساؤهم: والآن يا سيد، بعد أن أتممت الفداء، كيف ستوصل البشارة إلى أقاصي الأرض؟ وكيف ستسمع الأجيال الآتية تلك البشارة؟ فرد السيد قائلا: لقد تركت الخبر مع بطرس ويعقوب ويوحنا، وأيضا مع زملائهم من التلاميذ لتوصيله للآخرين، وهؤلاء الآخرين بدورهم يوصلونه لأجيال أخرى. وعندما سمع الملائكة هذا امتقعت وجوههم وصاحوا في فزع: ولكن يا سيد قد يخونك هؤلاء، قد يخذلونك، قد يخافون أو يتراجعون. يا سيد، ما هي الخطة الأخرى التي أعددتها؟ إيه بلان بي اللي أنت جهزته؟ قال الملك بهدوء: ليس لدي أي خطة أخرى، أنا أعتمد عليهم. في عيد الميلاد السيد بيقول لكل واحد وواحدة مننا: ما عنديش خطة تانية، من أول ميلادي إلى قيامتي هذه مسؤوليتكم. ترى هل نخذله؟ تعالوا نرتل مع بعض ترنيمة الحب الكامل: يا لعمقي حب ربي، ترك العرش لأجلي فخلصني، مطهرا قلبي ومن فرط حب ربي ستر إثمي وعيبي. هللويا، قد محى ذنبي. Thank you.
يوضح لهم أنهم سوف يضطهدون من العالم. وقال لهم عن المضطهدين: لو لم أكن قد جئت لما كانت لهم خطية. لكن الواقع أنه مع خطيتهم أحبهم وجاء من أجلهم، كما تقول الترنيمة: من عالم السحب أتى، من عالم الخلد، وعاش في أرض الشقى بمنتهى الفقر. من يغرق الدنيا إذا ما شاء في التبر. تجمعت الجموع باستمرار لترى وتسمع يسوع. مثلا في الموعظة على الجبل، ومرات عديدة أخرى تجمعت حوله الجموع، ذكرها لنا البشيرون الأربعة. لكن أهم جموع تجمعت حوله هي ثلاث مناسبات: عندما كان في المزود وجاءه الرعاة، وعندما كان في البيت بعدها بأقل من سنتين عندما جاءه المجوس ليبحثوا عن الملك، قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ قد أتينا لغرض واحد، أن نسجد له. ثم عندما كان في الثانية عشرة من عمره واجتمع حوله المعلمون الذين بهتوا من فهمه ومن أجوبته. تيجي نروح مع بعض البيت لحم ونديله احنا كمان هدايا، كل على طاقته. من عالم السحب أتى، سوري، من عالم السحب أتى، من عالم الخلد، من فوق، من أعلى السماء، من ذروة المجد.
سوري أيا مؤمنون، هنرتل مع بعض. أيا مؤمنون تعالوا سريعا إلى بيت لحمي بصوت التسبيح. عندما جاء المجوس يبحثون عن الطفل الوليد ملك الملوك، ظنوا أنه لا يمكن أن يكون إلا في قصر الملك، لذا ذهبوا مباشرة إلى القصر، لكنهم لم يجدوه هناك. أما الرعاة فقد جاءتهم البشرى مباشرة أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. لذا فبدون تأخير قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: هلما نذهب الآن إلى بيت لحم ونرى وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. وبدون تردد جاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. رن صوت في الأعالي: يا ترى ماذا الخبر؟ الملائكة جاءت وبشرت، إيه الموضوع؟ ولما الأملاك تجدوا بترانيم الظفر؟ كلهم في المجد غنى بأناشيد السرور، قد بدا أمر عجيب رحمة الله الغفور. أيها الرعاة هبوا يلا وانظروا الرب المجيد، إنه قد صار طفلا باتضاع كالعبيد. مجدوه هللويا، مجدوه في العلا،
مجدوه هللويا إنه فادي الملا. رن صوت في الأعالي يا ترى ماذا الخبر؟ ولما الأملاك تشتو بكراني من كفر؟ كلهم في المجد غنى بأناشيد السرور. قد بدا أمر عجيب، رحمة كانت دائما مع الرعاة. الرعاة رأوا الطفل المولود مضجعا في المزود وعرفوا أن هذا ليس مكانه، لكنه طلب الراعي من الرب أن يسكن في قلبه ويملأه ويستريح فيه حتى يستطيع أن يمجده ويسبحه. فقال: ليتك يا ربي بدل المذود ما تسكن قلبي، تنزع عني الألام، تمنحني السلام. يا فادي أنت سيدي المسيح، باسمك يليق كل تمجيد وتسبيح. Thank you.
عرشا ومكان لم يكن له في أرضه أي مكان. ليتك يا ربي ما تسكن افتكر مش ممكن نعدي عيد الميلاد الا لما نرنم الترنيمه، اشهر ترنيمه في عيد الميلاد، هللويا هللويا، سبحوه في الظلام النور ابرق، للرعاة المجد اشراق، ولد المسيح، غنوا بشدو تسبيح. ولد المسيح
عم الجميع. الكل فرح، الرعاة والمجوس، مريم ويوسف، وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام. والفرح مش ليكم انتوا من 2000 سنة وبالناس المسرة. خلينا نرتل الترتيلة مع ملاك الله جند لرعاة قد ظهر، وله الأملاك تجدو بترانيم الظفر. Thank you.
كل سنة وانتم طيبين. عايز أسألك على حاجة دلوقتي. لو انت داخل مول، داخل مول تجاري كبير، وانت بتقرب كده من المول ده، لقيت الناس خارجة جاري، يعني كلهم عمالين يجروا من كل الأبواب ويزقوا الأبواب وطالعين جاري، كله بيجري، بياعين وعمال وزباين، كله عمال يطلع جاري من المول. سؤال، يعني مش ده هيقولك يعني هل انت لو في موقف زي ده هتقف كده وعمال هتوقف واحد واحد تقول لهم هو في ايه؟ ولا غالبا لو لقيت المنظر ده هتصرف ازاي؟ هجري معاهم مش كده ولا ايه؟ ان الحكايه دي شكلها كده في مشكله، شكلها كده، شكلها عارف لما واحد يقول يعني لا ما انا برضو الواحد يقدر يميز مش كده ولا ايه؟ او باللغه العربيه تل فصحى يقول لك يقدر يستشعر ان في حاجه هتحصل. ها لو انت ماشي على الهاي واي بعربيتك كويس، وانت جاي كده على الكنيسه لقيت عربيتين رزعوا في بعض، خبطوا في بعض، وواحده بتولع، الموتور مش ده معناه ان شكلها كده في حاجه ممكن تحصل مش مظبوطه ولا ايه؟ فالواحد يعني يا اما يقف بعيد، لانه بيستشعر، بيحس النبض كده ان في حاجة، ولا ايه يا ناس؟ مش كده؟ لو انت ابنك في المدرسة، ها يلا واحد تالت، انت بتقول لابنك خلي بالك المدرسة دي فيها عيال مش كويسين واشقياء، فلما تلاقي، احنا كنا بنقول عليها زمان الفسحة، لسه اسمها الفسحة؟ الفسحة يعني، ها الفسحة، اللي هي ايوه اللي هي بالانجليزي اسمها الفسحة. لا لا، بتقول لابنك لو انت واقف في حوش المدرسة كويس، ولا انت يا بنتي واقفة في حوش المدرسة ولقيتي مجموعة كده من 5-6 عيال ومجموعة تانية من 5-6 عيال، والاتنين كل واحد فيهم حزب، عاملين عصابتين في المدرسة، ولقيت ان عيال من العصابة دي وعيال من المجموعة دي ابتدوا كل واحد يحط ايده، مش عارف يعني يمكن انتوا ما تعرفوش الحاجات دي، بس يعني الناس اللي اتربت في الاوساط الراقيه تعرف، لما تلاقي واحد بيحط ايده في الجيب الوراني، لما تلاقي واحد سند صباعه كده في الجيب الوراني، ده شكله ناوي يجيب حاجه، من حاجه مش غالبا مش المحفظه، غالبا مش السلفون بتاعه، غالبا مطوه، غالبا مطوه في مدرسه هتبقى مطوه. مش انت بتحس ان في حاجه هتحصل وانت بتقول للواد او بنتك لما تلاقي حبيبتي حاجه زي كده تجري جري، لما تلاقي في المول الناس تجري جري، مش كده ولا ايه؟ سؤالي بقى، هل اقدر يعني اميز استشعر ان ربنا هيعمل حاجه في حياتي؟ هل أقدر أميز أستشعر إنه ربنا ناوي يعمل عمل عظيم معايا؟ هل في أي علامات تقول كده؟ إيه رأيك؟ هل حصلت مثلا معاك؟ عارف زي انقباضات الرحم بتاعت الام اللي بي مستع، يعني حتى بيقول لك على الست الحامل اللي قربت تولد بيسموها اكسبكتنج، مش كده؟ فلما تلاقي انقباضات الرحم دي الام عارفه ان العمليه قربت، مش كده؟ خصوصا بقى لما يبقى العمليه قربت، هل ده ممكن يحصل معانا روحيا؟ طب ولو هيحصل هل في علامات؟ طب لو في علامات هل ممكن
تدونا اي امثله ايه العلامات اللي ممكن تحصل يعني؟ تعال نشوف. تعال نشوف في انجيل لوقا اصحاح واحد. انجيل لوقا اصحاح واحد لو هتبقى القرايه موجوده، لكن اسمعني لحد ما تطلع. اهو حصل. يقول ايه؟ طبعا الحديث هنا عن العذراء مريم. انا عايز نقضي اطول وقت في الترنيم والتسبيح والعباده، يعني هناخد الفكره دي وبعد كده نعود للعباده والترنيم والتسبيح والفرح والانطلاق قدام عرش يسوع مولود بيت لحم. بص يا سيدي، قال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، ابن العلي يدعى، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي، يملك على بيت يعقوب إلى الأبد، لا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرفه رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. المولود القدوس منك يدعى ابن الله. وهو ذا الإصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا. واخد بالك من الكلمة في شيخوختها؟ المدعوة عاقرا، لأنه، يا سلام بقى، يا سلام على الكلمة دي، لأنه ليس شيء واحد يوحد ربنا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. ها تصدق تاني؟ لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم، بص الجمال، هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. استعد. ها أنا كنت ناوي أقول يعني استعد العمل العظيم، بس بصراحة لأن العمل اللي شفناه في الكام عدد اللي قريناهم يفوق الطبيعة، يفوق الحسابات الإنسانية، يفوقها بكتير بكتير. وعلشان كده الملاك في آخرها راح قايل ليس شيء غير ممكن لدى الله. بصوا يا جماعة، لما شكري كان بيتكلم عن الترنيمة بتاعت رنة صوت وقال إنه بالناس المسرة، قال لا مش بالناس المسرة من 2000 سنة، لينا إحنا بالناس المسرة، يعني إحنا من حقنا، والكتاب بيقول لنا إننا نفرح بميلاد يسوع المسيح. نفس اللي هقتبس أنا من شكري الكلمتين دول وهقولهم لك على ده. ليس شيء غير ممكن لدى الله. الكلام ده مش للعذراء والإصابات بس يا سيدي، حتى لو للعذراء يعني مش هينوبنا احنا من الكلام ده جانب؟ لا هينوبنا، لانه ليس شيء، مش لان انا اللي بقول لك، ولا لان اليوم ده يعني يوم عيد مفترض، لا، لانه هو امسا واليوم، وليس شيء غير ممكن لدى الله. وليه؟ ازاي بقى اقدر اميز ان ربنا بيعمل عمل فائق في حياتي او ناوي يعمل عمل فائق في حياتي؟ ازاي؟ ايه العلامات؟ واحد، ربنا هيحط في حياتك وحواليك ناس بيعمل عمله الفائق في حياتهم، وانت بتشوف وبتتعلم. حصل ايه يا ناس؟ الملاك ظهر للعذراء مريم وبيقول لها ان انت ستحبلين وتلدين ابنا، فقالت لا انا مخطوبة لست اعرف رجل. الملاك علشان يشجعها
قال لها ايه؟ علشان يشجعها، عشان يشجع ايمان واحد زي حالاتي. انا عارف ان انت راجل صاروخ روحيا وما بتشكش وايمانك قوي جدا وهيلثي جدا، انا يعني اديني بتعلم منك. لو واحد زي حالاتي او لو انت زي حالاتي وبصارع في الايمان بتاعي، خصوصا في اليومين دول، في المرحله دي، في الوقت ده، في الحدوته دي، علشان يشجع ايمان العذراء مريم، قال لها ايه؟ وعظها عن ايمانك ان كان لك ايمان مثل حبه الخردل تقولين لهذا الجبل. قال لها ايه؟ روحي لا لي صباط. فاكر الكلمتين اللي انا قلتهم لك؟ اوعى تعديهم. واحد في شيخوختها المدعوه، اي طلعت قدامكم، يعني مستحيل دبل، دي دبل مستحيل. يعني هي كبرت في السن، او يعني ما يصحش نقول كده، نقول هي ما يصحش نقول عجزت، نقول نضجت، يعني الإصابات نضجت خال وعقلت خالص وعدت كل الخطوط اللي ينفع ان امرأة تبقى حامل فيها. واضح؟ ها واضح. فهي في شيخوختها، لا ومش بس في شيخوختها، لا الحقيقة هي من يوم ما اتولدت رحمها مغلق عاقر، المدعوة عاقرا. تفتكر يا مريم حاجة زي كده يعني ممكن ربنا يعمل فيها حاجة؟ أنا بقول لك هيحصل معاك حاجة، هيحصل، هتولد ولادة في حياتك. تفتكري ربنا يقدر يلد هذا الميلاد في حياتك؟ حاسة تقدري تستشعري عمل ربنا في حياتك يا مريم؟ يعني أنا لست أعرف رجلا. طب إيه رأيك عشان أشجع إيمانك تعملي إيه؟ روحي الإليصابات المدعوة عاقرا في شيخوختها. ربنا بيحط في حياتك ناس. تعرفين يا جماعة، وأنا سرحان بفكر في الحدوتة دي، قلت المشكلة إن لما أنا ببص على ناس حواليا، مشكلتي ومشكلة شويتين تلاتة أربعة خمسة مننا، لما بنلاقي عمل الله في حياة ناس، أول انطباع بيجي عندي إيه؟ بالظبط، حد وشوشها لاني كنت مستنيها. لما ببص على ناس حواليا بدل ما استشعر عمل الله ويتشجع ايماني، ها، واقول يا رب اللي عملته مع اليصابات، واللي عملته مع اليصابات دي، واللي عملته مع اليصابات ده تقدر تعمله، ليس شيء غير ممكن معايا. انا بقول اشمعنى انا؟ هي احسن مني في ايه اليصابات دي؟ اشمعنى انا؟ انا لما ربنا بيضع ناس في حياتي، مش بدا انا حطيتهم في حياتي مش علشان يعثروني، مش علشان يشككوني. يعني افهمها لك ازاي يا مريم؟ افهمها لك ازاي يا حبيبتي؟ انا حطيت الاصابات دول، الاصابات دول جامعه الاصابات، يعني الاصابات دول، ها، حطيتهم في حياتك عشان ايمانك يتشجع، مش عشان ايمانك يتشنكل ويتعثر. بصي على اللي حواليك يا ماما علشان تشوفي عمل الله الحي القادر اللي يمينه معتزة بالقدرة، اللي ما عندوش لا يعصر عليه بالسين. بلاش انت تتعثري بالثاء في إيمانك، لا يعصر عليه أمر يا مريم. فوق يا حبيبتي، فوق يا ماما. أنا ده الصراع اللي جواي على فكرة، أنا مش بقولك كده يعني قال يعني أنا الخبير، انا ده صراع جوايا، صراع جوايا. انا ما يعني ما بقولش اشمعنى بصراحه، ما ببص على الناس ما بقولش اشمعنى، بس لما ببص على ناس بقول يعمل معاهم. انا بقول لك عني انا كخالد يعني شخصيا، بقول بيعمل معاهم، بس يعني هو معانا لا، انا مش غيران منه، لان ربنا بيعمل عمل في حياه الاصابات اللي جنبي او اللي ورايا او وقف يشهد الخميس اللي فات ولا الجمعة اللي فاتت، بس أنا بقول يعني معانا لا.
كده برضو يا مريم، كده برضو، كده برضو. بص بقى الحتة دي خصوصا يعني تلغراف كده عرقوشة تحت اللسان علشان خاطر كوفيد 19 ده. احنا نشكر الله قد احنا فوقنا او يعني اغلبنا فاق. احنا في ناس كتير قوي لما وقفنا خدمات الكنيسة او اغلب الكنائس على مستوى العالم، حتى مش احنا بس يعني، ناس كتير بطلت تيجي يعني، كسلت لان بقي اسهل قوي يلي شايفني على شاشة ولا بتاع، وانت ممكن انا بتكلم على شعبنا على المستوى المحلي. ناس كتير استسهلت الشاشة، انا قاعد بالبيجامة وماسك كوباية الشاي وباكل بسكويت باليانسون وما بحرقش بنزين ومش بدور على ركنة ومش بلاقي حد بعد الكنيسة قفل عليها بعربيته، يعني حد لطيف خالص ويعني كونسيدرت جدا راح قفل عليها بعربيته كده وحبسني. فعلى ايه يعني؟ على ايه؟ كنيسة بتيجي عندنا يا باشا يا سكرة يا مريم، انا عايزك تروحي لأليصابات وتشوفي عمل الله فيها. ولما تسمعيهم تسمعي عمل الله، وعمل الله ده ما هوش بس في وعظة ولا غيره، عمل الله اللي أقصده يا مريم انك تقفي بره وانت بتشربي فنجان الشاي وتتكلمي مع حد. أليصابات دي، أليصابات ده، أليصابات دي، أليصابات دولة، واقول يا رب، يا سلام يا رب، يا سلام عليك وعلى جمالك، لا يعصر عليك أمر. إزاي أقدر أميز عمل الله واستشعر عمل الله في حياتي؟ ربنا بيحط الناس في حياتك. روح لأليصابات، روحي لأليصابات، مش عشان تتعقدي روحيا ولا تتعثري روحيا، علشان يتشجع إيمانك. واحد غيره يقول لها مش بس روحي لأليصابات، لكن بنلاقي ان حياة العذراء مريم اللي بتستشعر، اللي بتميز، اللي بتتوقع عمل الله في حياتها، بلاقي ان في حياتي زي ما انت شايف انا اللي بحاول اعمله لك ده، يعني كده قلقلة، تحرك كده في حاجتين، على مستويين، على مستوى علاقاتي مع الناس اللي حواليا والقريبين مني واللي بحبهم جدا، والقريبين مني واللي بحبهم جدا، والقريبين مني واللي بحبهم جدا، بلاقي ان العلاقات بتتحرك كده، وحياتي وظروفي وخططي واحلامي ومستقبلي والبلان ايه بقى ولا بي ولا سي، واللي انا كنت بفكر فيه المستقبل للريتايرمنت بتاعي للحاجات دي، انا عندي خطه وبرافو عليا، انت انا من الناس الشطار المنظمين البلانرز اللي بيخططوا حياتهم ومستقبلهم وما اعرف ايه وما ادري ايه، وعملت لنفسي خمس سنين الجايين هشتغل، بعد خمس سنين هكون اشتريت بيت في فلوريدا ولا نعرف نورث كارولاينا ولا وراق العرب، وهشتري هناك بيت واقعد فيه والعيال يبقوا بعد حواليا بربع تلت ساعة عشان يجيبوهم لي أنا وهي مراتي يعني، ونخليهم وكده لحد ما هم يروحوا يشتغلوا ويرجعوا، ونحن ناخد العيال للبارك. الخطة ما بتخرش المية، علاقات مستقرة جدا، يعني واحدة مخطوبة فرحها بعد شهرين ثلاثة كويس، وعايشة في الشرق في فلسطين في الشرق بقاف، وجي الملك بيقول لها، الرب بيعلن لها بيقول لها مريم ستحبلين وتلدين ابنا. نعم ازاي يعني
أنا لست أعرف رجلا. لا ما أو يعني تسمينه يسوع يعني حضرتك تقصد بعد ما نتجوز يعني بعد ما لا لا وانت دلوقتي قبل الجواز طب انا يعني هقول ايه ليوسف يعني انا هروح ازور الاصابات بتخالتي ولا نعرف نسبتي ولا بتعمتي اقعد لي شهرين ثلاثه وبعدين ارجع بعد شهرين ثلاثه يوسف اقول ليوسف انا حامل متوقع ايه يعني يوسف هيروح قايل لي ده الروح القدس اكيد اكيد الروح القدس يعني يا يوسف انت يا يوسف هتعمل كده هتعمل كده يعني هتغيب خطيبتي شهرين ثلاثه ترجع حامل اقول لها اكيد الروح القدس من غير ما تتكلم وانت عايزني اقول ليوسف ايه ان قوه العلي تظللني و طب هقول لامه هقول للطنط ام يوسف ايه وبعدين ده مش بس العلاقات لا ده بقول لحضرتك احنا كلها كم اسبوع شهرين ولا غيره وهنتجوز يعني احنا حجزنا القاعه وحجزنا الكنيسه او المجمع يعني حجزنا المجمع واتفقنا مع القسيس او اسمه ايه رباي واشترينا الملبس وجبنا شباب الكنيسه عملنا البومبونيرات على اوضه السفره في بيت امي عملنا البومبونيرات ووزعنا طبعنا الدعاوي ووزعناها وحجزنا وقلنا المصورات وحجزنا بتاع الفيديو واشتريت الفستان اشتريت الفستان مستعمل بس حلو نضيف يعني وديناه تنظيف اشتريت الفستان الابيض والطرحه كل ده هيتلخبط تفكرنيش كده لو سمحت فكرني كده لو سمحت لانها مش قادر افتكر قوي هل في الجزء اللي قريناه او الموازي ليه في متى واحد طبعا ده اوضح قوي على القصه دي هل بعد ما اعلن الله ليها قال لها ستحبلين وتلدين قال لمريم ايه رايك يا مريم هل ده وقت مناسب يا مريم تحبي يعني هل ده وقت مناسب طب هو لو كان سالها كانت هتقول له شور يا رب شور علشان ربنا او خليني اقول في اوقات عشان استشعر عمل الله في حياتي هلاقي انه بيحرك العلاقات وهلاقي انه بيحرك الخطط بتاعتي مش عايز اقول عيب عليا ما يصحش اقول انه بيفشكلها عيب اقول كده لكن هو بيغيرها لا مش هاخد رايك طب انا كده يعني مش هعمل الفرح ولا هلبس الفستان الابيض احنا هنعمله كده في حته اوضه في السر انا ويوسف وابوه وامه وانا وابوي وامي مش هنعمل ليله العمر اللي انا مستنياها لا مش هتعملي طب والعلاقات اللي مش عايز اقول باظت بس يعني تاثرت سلبيا يعني الحمل بتاعي هيسبب مشاكل او عشان ابقى رب واضحه معاك الحمل بتاعي مشكله اكبر مشكله ايوه انا عارف انا هحرك هغير العلاقات بتاعتك وبتاعتك لاني ناوي اعمل عمل عظيم عمل فائق تصدق توافق ولا تقول لا 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 لا, لا. انا محدش يحرك لي الخطه بتاعتي لا انا لا يمكن اخلي يوسف يغير رايه فيا ويشك فيا لا يمكن تحب لان انا في اوقات كتيره ممكن افقد
العمل الفائق اللي ربنا يعمله في حياتي. لو أنا زي ما الحواجات بيقولوا to play it safe، مش عايز أي مخاطرة، مش عايز أخسر حاجة، أنا عايز عمل الله بالتأكيد، لا أنا عايز أحبل وألد يسوع المسيح وأدعوه كذا وتسمينه يسوع وابن العلي، أنا عايز ده كله، عايز كل بركة بس من غير أي مخاطرة ومن غير أي تمن ومن غير أي لخبطة. أنا ما أحبش حد يجي يلخبط لي الأوراق بتاعتي، ما أحبش حد يجي يلخبط لي العلاقات بتاعتي. عشان كده مش بنشوف عمل الله بشكل فائق. يعني بنتبارك، بنصلي، بنجي الكنيسة، بنروح مش عارف مدارس الأحد، وخلصنا على كده. حاجة أخيرة عشان أقدر أشوف عمل الله، عشان أقدر أستشعر أجس نبض عمل الله في حياتي، بص روعتها لما بتقول إيه، هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. لأن المخاطرة كبيرة قوي، لأن العلاقات اللي هخسرها ولأن الخطط اللي هتبوظ هتتدربك فوق دماغي. مريم أنت هتروحي لإليصابات وهيتشجع إيمانك، مريم أنت تقبلي، هتقبلي. احنا برضو يا جماعة يعني، وأنا سرحان قبل ما نبتدي سرحان كده في الجزء ده، بقول لنفسي يعني أنا لما ببقى بقول أنا عايز عمل الله، عايز عمل الله، عايز عمل الله يا رب في اسم يسوع، ويبقى عمل فائق ومعجزي والكلام ده كله، أنا بشوف إنه عمل الله هو إنه يحللي العلاقة اللي باظت، أو يحللي الخطة اللي باظت، الفرح اللي تدربك على. لا لا يا حبيبتي، لا يا مريم، لا يا مريم، دولة القلقلة اللي بتحصل في حياتك ده عشان هيحصل، مش لازم ده يتصلح علشان يبقى هو ده عمل الله، مش لازم، مش لازم كلنا بنفس الطريقة. هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. يا ترى إيه الحاجة اللي أنا عمال صارع فيها؟ وزي ما بيقول البطرس في أعمال في بولس في أعمال الرسل وهو في طريقه لدمشق، كفايه بقى ترفص في مناخس يا شاول، كفايه. يا ترى ايه الحاجه اللي ربنا يعني ناوي يعملها في حياتي وانا عمال ارفص كده ارفص، ويقول لي صعب عليك ان ترفص مناخس؟ مش بسألك صعب عليك، انا عايز اعمل عمل فائق في حياتك. ايه اللي انا بقاوح فيه، اللي بقاوم فيه، اللي بتخانق فيه؟ يمكن النهاردة يكون نفس الكلمة الجميلة اللي قالتها العذراء مريم، هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، لإني مصدقة إنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. خلينا نصلي، خلينا نصلي. يا رب أنا بقالي كتير يمكن بتخانق مع نفسي، بتخانق جوه نفسي، ببص للناس اللي أنت بتشتغل في حياتهم وأقول هم أحسن مني في إيه أو إشمعنى أنا. يا رب، يا رب أنا جاي ليك بتسليم لأستقبل ميلاد يسوع، هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي زي اللي أنت عايزه يا رب، لتكن لا مشيئتي بل مشيئة، لتكن لا إرادتي بل إرادتك يا رب، مهما كان الثمن يا رب، عشان أشوف عملك الفائق، علشان أشوف خلاصك اللي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. يا رب، يا رب، هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، وأنا مصدق يا رب إنه ليس شيء غير ممكن لديك. مبارك اسمك.